بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي تلاميذي إناث وذكور. اليوم غادي نحاولوا أن احنا نهضروا شوية على التربية الإسلامية، نوضحوا بعض المفاهيم ونوضحوا شنو الأهداف من هذه التربية الإسلامية، شنو بغاونا هاد الناس نعرفو احنا كتلاميذ، شنو الهدف ان احنا نقراو هاد المادة ديال التربية الإسلامية. اول حاجة هو ان في التربية الإسلامية يعني بغينا ان احنا ان الطفل ان التلميذ يكون عنده يبني شخصية، هاد الشخصية الشخصية الإسلامية المتوازنة اللي تكون منفتحة على العالم، منفتحة على يعني الحضارة او الثقافة. كذلك مطلوب من المتعلم انه ينشأ واحد التنشئه اللي هي يعني مترسخه او لا مبنيه على قيم التعايش والتكافل والتضامن والتسامح والانفتاح واحترام الاخر. يعني احنا ملي كنقراو وكنهضروا على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان كيتعامل في تفاوضه، في تسامحه، في عفوه، تصرفاته في بيته مع ازواجه، مع زوجته، مع ابنائه، مع خدمه. ملي كان غادي نهضروا على عثمان بن عفان وغنعرفوا بان عثمان بن عفان كان مثالا للحياء ومثالا للبذل، وكان انسان متقي انه كان يتميز بالحياء، يعني كان الحياء هو اكثر صفه كان يتحلى بها مع البذل. طبعا اذا هنا غيكون عندنا بحال واحد يعني انترباو ولا غادي تولي عندنا واحد التنشئه اللي هي كتعتمد على هذه القيم، هذه القيم اللي هي يجب ان نتحلى بها جميعا. كذلك لابد ان تترسخ لدى التلميذ عقيده التوحيد، قيم التوحيد وقيم الدين الاسلامي، يعني انه يعرف بان راه ما كاين غير الله سبحانه وتعالى، ما كاينش غيره. هاد التوحيد على من غادي يترسخ؟ بناء على ماذا؟ بناء على ذاك الايمان الحقيقي الصادق النابع من التفكير والتدبر والاقناع، يعني انه هو خصو يكون هاد التلميذ يكون متشبت بالقيم ديال الايمان. من غيجيبهم؟ من مصادر العلم. شكون هما؟ القران والسنه النبويه الشريفه. اذا هنا في هاد الحاله هذه سيتشبت بالهوية الدينية والثقافية والحضارية المغربية. كذلك التلميذ لما غيتعرف على السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، فغادي يكون حقق لنا المدخل ديال الاقتداء. يعني الهدف من مدخل الاقتداء هو انكم تستفدوا من هاد القيم اللي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد انكم نتوما كتلاميذ انكم تنميو الادراك ديالكم للمفاهيم، يعني شنو هو الزواج، شنو هو الطلاق، شنو هو العفو، شنو هو التسامح، شنو هو هاد الكلمات اللي متداوله دابا بيناتنا وكنبقاو دائما نهضروا عليهم. الدرس فلان، الدرس ديال العفو، الدرس ديال الصبر، الدرس ديال اليقين، الدرس ديال التفاوض، الدرس ديال التشاور. يعني هادشي سيتي يعني كان يعني رغبه من الوزاره ان التلميذ يولي عنده هاد المفاهيم وينميهم وينمي الادراك ديالو لهاد المفاهيم هادي. كذلك العلاقة ما بين هذه المفاهيم، علاقة بين الإيمان والعلم، الإيمان والفلسفة، الإيمان والغيب، الإيمان وعمارة الأرض. هذا في المدخل الأول اللي هو مدخل التزكية. مدخل التزكية بغيتكم تعقلوا عليه مزيان بما أن احنا هضرنا عليه. علاش؟ ملي كنهضروا على درس الإيمان، فاحنا بالإيمان شو كنديروا؟ كنزكيو نفوسنا. يعني اون فوا تلقاو راسكم في شي درس اللي هو عنده علاقه بالايمان، الغيب راه عنده علاقه وتيده بالايمان، العلم عنده علاقه وتيده بالايمان، في الدرس الفلسفه مع الايمان، وعماره الارض مع الايمان. يعني الا قالكم هذا الدرس هذا شنو المدخل ديالو، سيروا النيشان للتزكيه.
لان الايمان عقلوا عليها غير بهذه الايمان يزكي نفوسنا، اي حاجه فيها الايمان عرفوا بان كاينه تما التزكيه النفوس، وهذا هو المدخل الاول ديال التزكيه، ومازال غنرجعوا له. اذا غادي نرجعوا نقولوا بان كذلك المطلوب منكم نتوما كالتلاميذ انكم تكتسبوا واحد المعارف، هذه المعارف باش مرتبطه بالقضايا الاساسيه اللي عندها اهميه عالميه. مثلا التسامح، تسامحنا دائما كنلقاو في التلفازه كنهضروا بها التسامح والتعايش الديني، التسامح والتعايش الديني، يعني ان ضروري وقريتوها في اعدادي، يعني لابد ان التلميذ يكون داير بهذه المساله هذه ويربطها بهاد القضايا الكبرى، لان هاد الدروس اللي كتقراوهم دابا راكم غالطين الا قلتوا صافي هنا حبسات لكم القرايه، صافي ساليتوا مع هاد الدروس ارانا رموهم في لابوبيل وما بقيناش اتصلنا بهم. غادي تفكروني في واحد النهار وغتقولوا قالت انا ماما امل قالت لنا بان هاد الدروس هادو غنعاودو نحتاجوهم من بعد، ولكن الا حنا فريمون استوعبناهم مزيان وفهمنا شنو مطلوب مننا من هاد الدروس هادو. نزيدو نكملو شنو هاد الدروس اللي حاطين عرماد ديال الدروس بالقران ديالهم بالمفاهيم ديالهم بالمصطلحات ديالهم بالمضامين ديالهم بالقيم المستنبطه بالوضعيات، شنو غنحتاجوهم استاذه؟ تحتاجوهم، غتكتسبو نتوما قيم بلا ما تحسوا. يقدر يبان لكم دابا بانكم هذاك الشيء اللي كتقولوا غير باش تدوزوا امتحان، نو. بعدا اول حاجه حيدوا راسكم داك الفكره ديال كنقرا باش ندوز الامتحان، راك ما كتقراش باش تدوز الامتحان، كتقرا باش تنمي الشخصيه ديالك، كتقرا باش تولي انسان، كتقرا باش تولي فاعل في المجتمع، كتقرا باش تولي انسان قادر انك تحاور. راه ما كايناش معنى انك تولي اطار في شي اداره او لا في شي شركه او لا في شي وزاره وانت ما كتعرفش تهضر، راه يضحكوا عليك الموظفين اللي معاك الا كنتي قريتي وصلتي لواحد يعني واحد مستوى عالي مثلا في الدراسه، ولكن داك الشيء ديال التحضيريه والثاني والثالث والخامس والعاشر والثالث اعدادي ولا بكالوريا ما ضبطوش. الشيء اللي واقع دابا بزاف ديال الناس انهم هما واصلين واحد الموصل كبار، يعني هما عندهم دي بوست كبارين، ولكن كيتفاجئوا براسهم بانهم كاين شي حويجات نساوهم او لا ما داوهاش فيهم قراوهم ولكن ما عرفو ما بقاوش عاقلين عليهم. ولهذا حنا كنحاولوا اننا ندخلوا لكم هاد الافكار باش تبنوا المستقبل ديالكم على اساس، الاساس يكون صحيح، تكونوا عارفين هادو غير دي شوز اللي هما ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه اللي غتجعلكم انكم ما تستوعبوهاش، شي حاجه اللي هي سهله واللي غنفهموها لكم بواحد الطريقه سهله واللي غادي تدخلكم في راسكم وتبقى تما ساكنه ما تعاودش تتحرك. اذا هنا قلنا كتكتسبوا قيم واخلاق وميولات، انكم كتوليو كتميلوا من واحد الاخلاق وواحد القيم اللي غتقدر تخليكم تنفتحوا عن التراث الوطني والعالمي. كذلك غتقدروا انكم تاخذوا واحد المجموعه ديال المواقف والتصرفات اللي غادي تعطيكم واحد الشخصيه انكم تعرفوا انكم تاخذوا القرارات بناء على المعلومات اللي عندكم في عقلكم. هذا بدون ان نضيف انكم غتكتسبوا واحد المجموعه ديال المهارات المشتركه بين المواد، وهذا الشيء اللي كنبقى دائما انا كنأكد عليه واللي بغيتكم نتوما تعرفوه وتفهموه، هو ان الماده ديال التربيه الاسلاميه راه ماشي خارجه على الماده ديال العربيه، ماشي ما عندهاش علاقه مع الجغرافيه، ماشي ما عندهاش علاقه مع الفرنسيه، راه مع بعضياتهم كاملين، راه هما داخلين مع بعضياتهم. علاش؟ لان مثلا عطيتكم مثال داك النهار بسيط، ان الدرس ديال الجغرافيه ممكن نستغلوه في الدرس ديال العربيه، علاش؟ حنا ملي غنكونوا كنوسعوا فكره في التنميه، واش ما عندهاش علاقه بالدرس ديال التنميه اللي قريناه فيه جوج دروس في الجغرافيه، الدرس الاول مع الدرس الثاني، هضرنا على التنميه وهضرنا على المقاربات ديالها وهضرنا على مجموعه ديال المعلومات عليها، ورجعنا عاوتاني هضرنا على التنميه البشريه وهضرنا على المواضيع ديالها، ورجعنا هضرنا على التنميه المستدامه وهضرنا على الموارد الطبيعيه. اذا هنا ملي كيسولونا على شي حاجه عندها علاقه بالتنميه، علاش ما نوظفوش داك المهارات والمكتسبات ديالنا اللي قريناها في الجغرافيه؟ غادي نخرجوا راسنا وغادي نعرفوا وغادي نتوسعوا في الفكره بناء على المعلومات اللي اكتسبناها
في الجغرافيا، وهكذا غنكونوا ضربنا عصفورين بحجر واحد. غير هي خصها المهاره تنمى عندكم، انكم ما تخدموش درس بوحده ودرس اخر بوحده، لا انا ملي كنت كنخدم الدرس دائما تستذكر. والله الا بصح، احنا نهار اللي هضرنا على درس الاشهار قلت لكم راه الاشهار كان في التحولات، الدرس ديال التاريخ الاول في الفتره ديال التحولات التجاريه، تما التحولات الاقتصاديه وفي القطاع التجاري، تما انهم داك الناس اعتمدوا على الاشهار، اعتمدوا على الاشهار كوسيله من اجل الرفع من التجاره او من ازدهار التجاره. كذلك الا هضرنا على الدرس مثلا ديال مثلا هضرنا على الثمن المحدد، حتى هو لا ميم شوز، الثمن المحدد راه عندنا نقدروا نهضروا عليه في الاشهار. هنا دائما كنحاولوا انكم تكتسبوا هاد المهارات اللي هي مهمه واللي هي غتنيكم من فهم الدروس. انتم دابا كتلاميذ ديال السنه الاولى بكالوريا، فمطلوب منكم انكم ماشي تعرضوا، ماشي تقبطوا لي الدرس، ما هو الصبر، الصبر هو شنو هو اليقين، اليقين هو ما هي العلاقه بينهما، هي لا لا تعرف الصبر شنو هو، وتعرف ان الصبر واليقين هما منسجمان مترابطان، يعني ضروري خصو يكونوا. حنا غادي نهضروا على الصبر والدرس الصبر واليقين، ولكن نتوما يعطيكم وضعيه يجب حلها، يعني التلميذ لابد ان يكون قادرا على حل هذيك الوضعيه المشكله. نعطيوك واحد الوضعيه مشكله مركبه، وانتوما خصكم توظفوا هذوك المعارف ديالكم المرتبطه بالقران، المرتبطه بالدروس اللي عندكم، المداخل اللي عندكم والمحاور ديال المداخل اللي عندكم في في المقرر. القران العام اللي فات كانوا حدوا لكم، خلاو لكم حتى الشطر الثالث، يعني حتى الايه 68. انا دابا ما نقدرش نقول لكم واش الايه 68 ولا ماشي ايه 68، حنا غادي نقراو القران كامل، اصلا هذا قران حتى الا قريناه معنا ما غادي نضيعو، بالعكس كل ما عرفنا وفهمنا الله سبحانه وتعالى شنو بغا يقولنا كل ما كنكونوا احسن واكثر درايه بالاشياء اللي ربي سبحانه وتعالى امرنا بها والاشياء اللي نهانا عليها. اذا هنا غادي نهضروا على القران دابا كامل، ما غاديش نحدد الايه اولا الشطر حتى يبان الاطار المرجعي ولا ما يبانناش ما تيهمناش، حنا غنكملوا هكا. دونك هنا وكذلك خصنا هاد الحل، هاد الوضعيه هي مرتبطه بالمداخل او مرتبطه بداك الدروس اللي عندنا، الايمان والعلم، الايمان والغيب، الايمان والفلسفه، الايمان وعماره الارض، وداك المعارف اللي حنا حاولنا نضبطوها ونعرفوها حول السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وزادونا السيره ديال اولا الاقتداء بعثمان بن عفان رضي الله عنه. كذلك خصنا نحاولوا ان احنا ندمجوا هذوك التمثلات المتعلقه بالاسره، فقه الاسره، الزواج، الطلاق، رعايه الاطفال، وهذاك الدرس هذاك الاسره نواه المجتمع. هذا هو الدرس ديال الاستجابه، يعني مجموعه من التعاليم، مجموعه من الاحكام، مجموعه من المقاصد او من الاشياء اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرهم لنا في القران، طلاق، الزواج، كيفاش ربي ولادنا، كيفاش هادي، شنو الاسره، باش نحافظوا على الاسره، شو الله سبحانه وتعالى قداش يعني دخلنا في التفاصيل ديال الحياه، انا كيفاش نعيشوا باش نعيشوا حياه اللي هي تكون يعني حياه كريمه وما فيهاش مشاكل وما فيهاش يعني إيذاء للآخر وما فيهاش، وفي الغالب هو هادشي كامل كيحافظ على الأطفال، كيرعى حقوق الأطفال وحقوق الأسرة. إذا هاد المدخل ديال الإستجابة عقلوا عليه دايما، عندما نستجيب للتعاليم الله سبحانه وتعالى، عطاونا الدرس الزواج والطلاق والأسرة نواة المجتمع ورعاية الأطفال وحقوقهم إحنا. أما بالنسبة لمدخل الإقتداء عقلوا عليه حتى هو، قولوا لي أستاذ أمل ما قلتلناش، راه كيسولوا سؤال مباشر على هذه النقطه هذه، مدخل الاقتداء بما كنقتديو بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه وفتح مكه، كنقتدينا به بالرسول صلى الله عليه وسلم كمستشير وكمستشير ومفاوض، وعطاونا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وعطاونا النموذج ديال عثمان بن عفان في البدل والحياء، هذو اربعه ديال الدروس اللي تعطاونا في مدخل الاقتداء. نرجعوا دابا نشوفوا حنايا هاد
حقوق الله، حقوق الله وحقوق النفس وحقوق الغير وحقوق حق البيئه. اذا هادو في مدخل ديال الحق ديال القسط. مدخل القسط كيهضرنا عطانا الله، عطانا في الدروس كحق الله حقوق الله كثيره، اجتناب النواهي والالتزام بالطاعات. ولكن في الدروس ديالنا دابا اختاروا لنا وحده، اختاروا لنا الايمان والمسؤوليه، الامانه والمسؤوليه. هاد الدرس ديال الوفاء بالامانه والمسؤوليه قالوا لنا هذا من حق الله. يعني نتوما الا عطاوكم شي درس شي سؤال كيهضر وحسيتوا بان كيهضر على الايمان على الامانه والمسؤوليه، وقال لكم انطلاقا من هذا السؤال هذا حدد المدخل والمحور. حدد المدخل والمحور يعني كترجع لهم كتقول لهم هاد الامانه والمسؤوليه هذا حق من حقوق الله اللي كداخل في حق في مدخل القسط. سهله تقدر تكون فيها جوج نقط وتضيعوها بيتمو من هادو. هاد النقط هادو ما نبغيكمش انكم تضيعوها. كذلك كاين الحق الثاني اللي اختاروا لنا هما داك الدرس ديال الحق النفس والصبر واليقين. من حق نفسنا او لانفسنا علينا ان احنا نصبروها في حالات ديال الشدائد، في حالات الضراء، لان داخل هدف الايمان. الايمان ملي كيكون ملي كيوقع لنا شي حاجه خايبه كنصبروا نفوسنا نعطيو نفوسنا الحق بالصبر واليقين. وحنا الدرس ديال الصبر واليقين غادي نشرحوا فيه كل شيء، هذا الشيء اللي غنهضروا عليه. كذلك حق الغير، حق الغير اللي هو العفه والحياء، ان الانسان يكون عنده هاد القيمه ديال العفه والحياء. وكاين حق البيئه، هما داك الدرس اللي ما قراوهش التلاميذ العام اللي فات ديال التوسط والاعتدال في استغلال البيئه. ولاحظتوا بان ملي هضرنا على الدرس الاختيارات الكبرى كيهضروا لنا على البيئه، هضرنا على الدرس الموارد الطبيعيه كيهضروا لنا على البيئه والاوساط الطبيعيه وكيفاش انها كتبقى هنا. غير هنا البيئه، راه البيئه داخله فيها البيئه الله سبحانه وتعالى اللي عطانا يعني الفطريه، والبيئه اللي هي بنيناها وشيدناها من بعد. وغنهضروا على هاد عمارات الارض والدرس هاد الحق البيئه وكيفاش ان احنا نحافظوا على البيئه. وهذا غادي يكون مرتبط بالايمان وعماره الارض اللي حنا هاد البيئه غير مسلفها لنا سيدي ربي، حطنا فيها هبطنا مع سيدنا ادم سميتو للارض وقال لنا هاد الارض نتوما راكم عايشين فيها بدون افساد بدون افراط ولا تفريط. وهذا الشيء غادي نشرحوه في الدرس ديال الايمان وعماره الارض ان شاء الله بتفصيل. وغادي نلصق لكم ديما دغيا مع الحق ديال البيئه باش تعرفوا كيفاش العلاقه ديالهم مع بعضياتهم. اذا هنا غادي نشوفوا عاوتاني في الدرس ديال في مدخل الحكمه اللي كنكونوا كنهضروا فيها على الكفاءه والاستحقاق اساس التكليف. هاد الدرس هذا اللي هو كي يعني كيهضر لنا على كيفاش ان من الحكمه ان احنا اولا الانسان اللي كيكون كفء وعنده كيتحلى بداك الاسس الكفاءه اللي هي العلم والخبره والاخلاق والحسن الخلق والاستقامه والامانه والقوه، ان هادو انسان كيولي في مرتبه يعني الانسان الحكيم اللي كيتقوا فيه الناس كاملين وكيكلفوه لانه يستحق لانه كفء. كذلك كاين المحور ديال العفو والتسامح. يعني العفو والتسامح ماشي اي واحد غادي يتحلى بهذا العفو، خصو يكون فعلا وصل واحد الدرجه ديال الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم انه يدير بحاله. كذلك وقايه المجتمع من الفواحش، هذا من مدخل الحكمه، حتى هو كيفاش ان الفواحش ممكن انها تاثر سلبا على المجتمع وانها تضرب المجتمع وافراد المجتمع ككل. وعاد زادونا درس اخر هو السبع الذين يدلهم الله يوم لا ضل الا ضله. وهاد الدرس هذا هو كيعطينا واحد سبعه ديال الاوصاف اللي خاص الانسان يكون متصف بها، يعني كلنا خاصنا نكونوا متصفين بها باش يا ربي، يعني سواء نساء او رجال، باش يا ربي ان النهار اللي غادي نكونوا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم الحشر ان احنا نالوا الرضا والحد، ان احنا يكون عندنا داك الغمامه، اولا ان الشمس ما تكونش قريبه للرؤوس ديالنا ولكن نكونوا عندنا واحد الظل عطينا الله سبحانه وتعالى باش يحفظنا من داك
الشمس اللي غادي تكون فوق الرؤوس لدرجه ان يمكن العقل يبدا يغلي او الدماغ او المخ يبدا يغلي من شدتي حرها. اللهم احفظنا جميعا يا ربي. اذا هنا غادي نقول لكم بان مطلوب منكم انكم تحفظوا القران، لان ثلاثه النقاط اذا ما كانوش اربعه، يعني ان الحفظ ضروري تحفظوا الحفظ. انا حطيت لكم القران مقسم الى ايات، كل نهار من هنا لاخر السنه كل نهار حطوا خمسة ستة ديال الايات، قبطوا ديك الصوره كامله قسموها على عدد الايام اللي بقات لنا، حيدوا الشهر الاخر شهر خمسة ما تهضروش معاه، هضروا لي غير على من دابا، حنا في شهر جوج ونص ديالو دابا، شهر ثلاثة وربعة 60 يوم، هاد 60 يوم وزيدوا عليها 15 هي 75 يوم، هاد 75 يوم قسموها على داك العدد وحفظوا 3-4 ديال الايات في النهار، 3-4 ديال الايات في النهار، ماشي واللي حفظتوها ديروا لها كروه. غادي نشرحوا لكم مزيان القران باش يسهل عليكم في الحفظ، غادي نعطيكم واحد الحصه خاصه بالقران، غادي نشرح لكم ايه بايه باش ما يمكنش ما تفهموش، ما يمكنش ما يتحفظ لكمش، وان شاء الله غادي تحفظ لكم بالضربه. الوغ هنا غادي تحاولوا انكم تحيدوا عليكم القران، كذلك غادي نعطيكم الان القيم المستنبطه. هنا ملي نهضر لكم على القيم المستنبطه لا باس انني نوقف على هذه المساله ديال القيم ونقول لكم شنو الفرق بين القيمه والعبره باش تقدروا تفهموا. القيمه يجب ان نتحلى بها، القيمه يجب ان نتحلى بها، العفو والتسامح، الصبر، الصبر واليقين، خصنا التشاور والتفاوض، هادو خصنا نتحلوا بهم. العبره خصنا نستأنسوا بها باش ما نوقعوش فيها. العبره هي مثلا شي واحد ملي كيدير شي ملي كيدار شي حاجه، مثلا شي واحد وقعت له شي حاجه كناخذوا منه العبره، يعني ما خصناش نعاودوا نديروها. العبره ما خصناش نعاودوا نديروها، شي حاجه اللي ماشي موقف اللي هو عبره ما خصناش نعاودوا نديروه، ولكن القيمه خصنا نتحلوا بها. صافي، اذا القيم المستنبطه دائما كتكون بوزيتيف ايجابيه، العبره دائما كتكون سلبيه، على شي حاجه اللي كناخذوا منها العبره ما خصناش نعاودوا نديروها. صافي، نتكلم احسن نحكموا، يعني نبتعدوا عليها. الا قالوا لكم شي حاجه سميتها الاحكام التكليفيه، احكام تكليفيه، عطيني الحكم التكليفي ديال هاد ديال هاد الحاجه، اذا هنا خصنا نشوفوا اما الوجوب او التحريم. كتسمع الاحكام التكليفيه هاد الكلمه ما تخلعكمش، راه ماشي شي حاجه كتكاينه في الامتحانات، ماشي شي حاجه اللي كتخلع، ولكن غير خصكم تعرفوا بان الحكم التكليفي هو اما واجب او لا محرم او لا مباح او لا لا. مثلا الحكم التكليفي في الطلاق هو مباح عند الضروره، والزواج راه عنده بزاف ديال الاحكام التكليفيه على حسب الحاله ديال الانسان اللي غادي يتزوج. اذا هنا غادي نشوفوا اما كيكون من واجب او لا مندوب او لا مكروه او لا حرام او لا مباح على حسب. المهم هنا غادي نشوفوا الى سولونا على المضمون، المضمون مثلا المضمون ديال الايه، يعني الا قال لك شنو هي المضمون ملي غنبغيو نجاوبو غادي نكتبو ديك الكلمه ديال البيان، بيان الله تعالى، حيت ملي كتكون عندنا واحد الايه كيقودنا فيها الله شي حاجه فضروري ربي كيبين لنا شي حوايج، هو عطينا الايه ماشي غير هكداك اش قاتلو يكتبها في القران، لا هو كيبين، يعني ملي يقول لك عطيني مضمون الايه غادي تقول له بيان الله تعالى. هاد كلمه بيان الله تعالى دائما حطوها في المضمون، بدا بيان الله تعالى الاهميه ديال الصبر واليقين، بيان الله تعالى يعني الامانه والمسؤوليه ولا قيمه الامانه والمسؤوليه وتاثيرها ولا وتاثيرها على المجتمع او شي حاجه بحال هكا. المهم دائما داك بيان الله تعالى سبقوها هي الاولانيه. الا قال لك شنو عطيني الموقف مع الدليل، عطي الموقف ديالك،
أرى أن من وجهة نظري أنا متفق، أنا لا أتفق، أنا أعارض. والبيان قال الله تعالى ضروري داك قال الله تعالى لقوله تعالى، وجوج نقاط نفتحوا داك داك ليغومي ونديروا الاستشهاد ديالنا. الا كنا غنستشهدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما داك الصاد اولا صلى الله عليه وسلم كامله اللي الا كان عندكم الوقت انكم تكملوها كامله. فهنا غتعطيو داك الحديث اللي خصكم تقولوه. هنا غادي نزيدكم عاوتاني غنقول بان نتوما مطالبين انكم تفهموا النصوص مزيان، وغنفهم لكم النصوص وتشوفوا الدلالات ديالها. كذلك النصوص الشرعيه يعني خصكم تعرفوا تحلوا نتا النصوص الشرعيه، يعني تشوفوا الافكار اللي كتضمن شنو هما الافكار اللي كاينه تما، وتاخذوا منها القيم والقواعد والاحكام، يعني الاحكام من داك الايات. حنا هذا الشيء غادي نخدموه. كذلك خصك تخرج المضمون من داك كنا بيان الله تعالى هذه اللي قلنا دابا عاد، وتكونوا كتعرفوا كيفاش ديروا استدلال، كيفاش تستدلوا على القيمه اللي عندكم، كيفاش تهني كل وحده شنو غادي ديروا فيها. انا درت واحد الاجتهاد شخصي انني حاولت نجمع جميع القيم ونعطي استشهاد ديالها. راه كاين اللي حطيتو في الجروب واتساب لا باس انني وحطيته في الفيسبوك، فماشي مشكله نعاود نتقاسمو معكم، لان المعلومه ماشي مشكل انها تتقاسم يستافدوا منها اكبر عدد، ماشي مشكل. اذا هنا سنتعلموا ان احنا نطرحوا الاشكاليات ونصوغوا الفرضيات ونحللوها ونقترحوا الحلول. يعني هذا من المهارات اللي خاصكم نتوما تعرفوها. هنا الا جيتي تشوفوا الا شرحت لكم الدرس الايمان والفلسفه غتقولي له استاذه راه حنا كنديروا داكشي، خصنا نديروا داكشي اللي كيقولوا علينا في الايمان، اللي قالوا لنا في الايمان والفلسفه. ايه حيت ما حد عندنا العقل، فالعقل ديالنا خصو يخدم، خصنا نخدموا عقلنا. كيفاش غنخدموا عقلنا؟ نطرحوا اشكاليات نسولوا، وفداك الاشكاليات غادي نبداو نقولوا نصوغوا الفرضيات، يمكن هذه يمكن هذه يمكن هذه يمكن هكا، ونحللوا داك الفرضيات ديالنا. هذاك الفرضيات اللي حطينا نحللوا واش بصح واش ماشي بصح، واذا كان بصح علاش، واذا كانش بصح علاش، ونقترحوا الحلول او البدائل. الا كان الا جاتنا داك الفرضيات اللي هما خاطئين نشوفوا فرضيات اخرين يقترحوا حلول او بدائل لهذيك الفرضيات او داك المفاهيم. دائما في اطار المطلوب منكم او نتوما كمهارات خاصكم تكتسبوها كتلاميذ ديال الاولى بكالوريا، انكم تعرفوا العلاقه كما قلت لكم قبيله ما بين المفاهيم كامله. كنظن بان اللي مطلوب منكم نتوما كتلاميذ هادشي راني قلت لكم. ما تنساوش بان في التنقيط مهم انكم تحفظوا القران بزاف، ما تحقروش القران، بعض النقاط في القران، القران والسنه، يعني الحديث والاحاديث، باش تستشهدوا اربعه ديال النقاط. كنقول انا ما نضيعش اربعه ديال النقاط، بالعكس ندخلهم في جيبي، ندخل حافظ القران والاحاديث ساهلين، غادي نحفظوهم وغادي نوريكم كيفاش تحفظوهم. وكل درس وحتى الدروس القدام اللي عندي في لاباج ولا اللي عندي في لاشين يوتيوب اللي ديجا خدمهم غادي نعاود نراجعهم معكم من جديد. دونك ما تخافوش، وغادي نوري لكم لي زاستوس باش تحفظوهم وتعقلوا عليهم، لان خاصكم. وما تنساوش قضيه من اجل الحفظ خاصكم التكرار، حاولوا تبقاو تكرروا 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 الهضره باش تعقلوا عليها. كذلك ما تنساوش بان هذوك المفاهيم ثلاثه النقاط، شنو هذا، شنو هو الغيب، شنو هو العلم، شنو هو الفلسفه، شنو هي الغاية، شنو هو الايمان، شنو هو هذوك كاع داك المفاهيم ثلاثه النقاط، يعني هذوك سمتهم يكونوا في الجيب. كيفاش انك تحلل النصوص ثلاثه النقاط او اربعه ديال النقاط، كيفاش تخرج القيم وتوظفها راه ثلاثه النقاط، كيفاش تعبر على الموقف، كيفاش تعلل الموقف عندك فيها ثلاثه النقاط. دونك كنتمنى انكم ما تضيعوش هذه النقاط اللي عطيتكم رضا. الوغ هذا بالنسبه لي بحال رجعت لكم شويه ديال نقولوا بحال اللي درنا شي خلاصه شنو المطلوب منا احنا كتلاميذ ديال
الاولى بكالوريا ان احنا نعرفوا في الدرس ديال في يعني في الماده ديال التربيه الاسلاميه، وما ننساوش توثيق الصوره. توثيق الصوره فتكون عندنا بحال شرب الماء، هذيك حتى هي ما نساوهاش. الصوره هي مكيه، عدد اياتها 111، سبب تسميتها لاشتمالها على اسم يوسف عليه السلام وقصته مع ابيه واخوته وانتقاله من الشام الى مصر. ترتيب ديالها في القران 12 في ترتيب المصحف، بعد هود، بعد سوره هود، وقبل سوره الرعد. زمن النزول ديالها نزلت في عام الحزن، هو العام الذي توفيت فيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمه أبو طالب، ليخفف الله تعالى من حزنه ويدعوه للصبر اقتداء بيعقوب ويوسف عليهما السلام. كذلك نزلت هذه الصورة لأن قريش كانت كتقولوا بالدارجة كتقشر عليه، كتقولوا زعما إلا كنت نبي فعلا يلا ورينا فين مشات، وري قلنا هذه وقلنا هذه وقلنا هذه. دونك هو بحال الله سبحانه وتعالى نزل عليه داك الصوره باش يبين لهم بان فعلا هو نبي. اذا غادي نحبس الفيديو في هذا باش نعاود نشرح لكم، نزيد نكمل. دونك انا بغيتكم هادشي تعرفوا المفاهيم والمداخل المرتبطه بهم في المقرر، وتوثقوا الصوره، وتعرفوا شنو المطلوب منكم نتوما كتلامذ ولا بكالوريا من ماده التربيه الاسلاميه، يعني شنو المهارات اللي خاصكم تاخذوها، المهارات الاساسيه اللي خاصكم تاخذوها. كنشكركم على تتبعكم، غنتقلوا للدرس الموالي اللي هو يمكن الصبر واليقين، هو الدرس اللي باقيين كتسالوني ما درتولكمش. دونك ان شاء الله غادي نديرو لكم. شكرا لكم ومع السلامه الى الدرس المقبل.